رمضان صبحي، كلام كتير قوي خلال الساعات اللي فاتت على رمضان صبحي، وحقيقة الكلام ده ايه، وان رمضان خلاص جمع حاجته اللي موجودة في أوضة خلع ملابس بالنادي الأهلي وكل متعلقاته جمعها ومشي من النادي، ومفاوضات فشلت مع هدرسفيلد الإنجليزي، والكلام اللي حضراتكم كلكم بتسمعوه وبتتابعوه سواء على المواقع أو على الصفحات الخاصة بالسوشيال ميديا. حقيقة الكلام إيه؟ الحقيقة إن المفاوضات ما زالت مستمرة ما بين النادي الأهلي ورمضان صبحي وهدرسفيلد، مش رمضان، المفاوضات ما بين الأهلي وهدرسفيلد ما زالت مستمرة، وإن قد إن شاء الله بإذن الله قريبا جدا تشهد هذه المفاوضات انفراجة كبيرة جدا، وممكن من خلالها يتم إعلان انضمام رمضان صبحي للنادي الأهلي بشكل رسمي. الكلام اللي أنا بقوله لكم ده بقوله لكم كده وخلاص، لا، الكلام ده على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ولولا أنه هو الراجل عنده تدريب دلوقتي مع الفريق أو متواجد في التدريبات الخاصة بالنادي الأهلي كان دخل معنا مداخلة ووضح هذا الكلام بالتفاصيل. كل الأمور الخاصة بالكلام ده إن رمضان خلاص ماشي والأمور دي خلاص غير حقيقية إطلاقا، وإن رمضان متواجد بكرة في مران النادي الأهلي بشكل طبيعي وليه برنامج محدد تأهيلي هينفذه رمضان صبحي بداية من تدريبات الغد. عشان أبقى منطقي معاكم، الإعارة بتاعت رمضان صبحي هتخلص إمتى؟ هتخلص يوم 30 من الشهر الحالي، يعني كمان كام يوم الإعارة بشكل رسمي تخلص، فالراجل هيتمرن عادي مع النادي الأهلي لحد يوم 30، مفيش أي مشكلة، لكن المفاوضات لسه مستمرة ما بين النادي الأهلي وما بين هدرسفيلد الإنجليزي بشأن رمضان صبحي، وهل إن اللاعب هيجي إعارة أو هيجي على سبيل البيع النهائي ده اللي لسه هنشوفه، وهنشوف المفاوضات هتستقر على إيه في النهاية. لكن كل الكلام اللي حضراتكم سمعتوه النهاردة وقريتوه النهاردة ده كلام غير حقيقي إطلاقا، وإحنا هنا مش هنقول لكم حاجة غير لما نكون متأكدين منها، لأن إحنا باب من الأبواب الإعلامية الخاصة بالنادي الأهلي وهي قناة النادي، فإحنا بنأكد لحضراتكم مرة تانية وثالثة، رمضان صبحي الأمور لسه فيه مفاوضات ولسه فيه كلام ما بين الأهلي وهدرسفيلد وقريب جدا، وده على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ برضو، وارد قوي أن أنتوا تسمعوا أخبار جيدة جدا بخصوص هذا الملف بالتحديد، بخصوص مين؟ بخصوص رمضان صبحي. تمام كده، ركزت معايا؟ بس كده، هي دي قصة رمضان صبحي. فحبيت بس أبتدي الحلقة بهذه الجزئية لأن الكلام في الحقيقة خلال الساعات الماضية كان كتير، وإحنا زي ما عودناكم دايما بنحاول نجيب لكم الخبر بشكل مؤكد وبنكون متأكدين منه جدا.